بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صحابينا أفراد وعبد الله ابن حذافة السهمي حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك وراه حاجرتي ويقول عمر بن الخطاب نونا إمام دونتا صوبتا كنتي بكلمة دا ويقول هذا قفك الصوم مسلم حدو كؤه وصارنا حق كؤه إنو عبد الله بن حذافة مضحى وكرن كذا أنا إذين بلا بي وحكى أنا مرك قفك استو مسلمه إنه مضح وكرن كذا أمير المؤمنين أو النقض أنك أقوه الرأي بلا بي هاي شأني سهلا معها بطل قصتنا هذه هل ييجا قصة نانتن رجل من الصحابة يدعى عبد الله ابن حذيفة السهمي وننسى حبذا كم ذا والله ما قعد داري أن الله يرى عبد الله ابن حذافة السهمي لقد كان في وسع التاريخ أن يمر بهذا الرجل كما مر بملايين العرب من قبله دون أن يأبأ لهم أو يخطر له على بال تاريخ ذا أذنها صامرتي بلايين وضد فرضان عربة أي تاريخ رنتي أي صامرتي ميدي كم إذا حسنا مكة ملح من تاريخ ذا لو حسنا مكة مجرين هذا البطل هليقا أم كهل لنا سحابي جنة ده أنت أبو كم نقلنا يعني كم دون هذين ذكر تاريخ ذا أي صامرتي تاريخ آن الضنين ما نكدون هذين لكن الإسلام العظيم أتاح لعبد الله بن حذيفة السهمي لكن إلهي سبحانه وتعالى وهو قدر إسلام كان وين عجائب تلا عظيم كأه أيا وحو أسر تقلي إن عبد الله بن حذيفة السهمي أن يلقى سيدي الدنيا في زمانه إن الله كل مه لبذين الدنك وقسر أسياد أهاب وكل أها كسرى من ملك الفرس كسرى أه بقر كي فرس إيو قيصر أه عظيم الروم لنك مركا اسنا بقر كا أها روم بمعنى وحر ربا إنو كير هذا هدي إلهي آنو إسلام كسين لهن جانس أه إنو عبد الله بن حذافة السهمي ولقو الملوالان بقر كي فرس وكسرى الأورنجري إيو كي روم وقيصر به جري هذان الله كل ملهين ذاتك التاريخ ذا صوم مري أو تاريخه آن حسين أو آن ضني كم دون هذا لكن إسلام محاك دوي إسلام كبلاتفورم ديالي قفكم مركو مسلم يهي وقروسين يهي وحا أي تهي كلمة دا واري ميسي دا ورسن هكاهرة وقج يهي إسلام كون خدمة وباهن يهي أنا شكي كجر إنه مصابات الكهف يتجيب إنه فرلا تابن كر وكذا تجيب عبد الله بن حذيفة السهمي إسلام كأي مرك أوجو الحارب ونصر تجلي إنه تاريخ بال ذهب وكجره سددت كي إسحاق لمت كأها أو أساجي سأها أو كتل أها أو كديجان أها في مزبلة التاريخ تاريخ ما يشحون كجلي لكن إسحاق إلهي سبحانه وتعالى تاريخه وإقر حسي وحنا صابها إسلامك هذا الدون كمرة البقول الجوجو وحاجرة قوات هي أوضو مركها كله التماء يهجرة سيدة ما انتبا أما عصري كان هذا هذا ما اسكجر تأه أي أجرين إن يركوها ربا سوبر باورس أما واحد ليرا القطبية الدولية لبا قوة دوت وضطوا إكادم بيان ومركز سياسة دائية اسكو ديلي تيرا إنا ندنا أوليعين مركز صاب النقضة أي أجرة
قواتي مركا جري السوبر باورز كأها اللي قدم بواحي أحيان فرس أو بيرشي اللي يقين إيه الروم أو رومان كأها لبدا وضن أما لبدا جي أو ساقوا وين بقرضة مامولاي مركا ما سهلنا يعني قف كرسي وكفر دياي أودي سوحي اللي اكتهد بقى أود شعب كيس انتيت هوبك هيستان يسوي يسكو دفاعي كرام شعب يسوي هشأة فقير وهدي افرت الجيش لقى صار قال انا دفاعي كرين وعون لها ان الهيلين ان هيلي كرين كان ام كان ما مول بقر كو مدح وينه اسنا مركا معنوي وكفر دي مركا مره اذا اود هذا مستمده اود نينك ما لحظه نينك بقر نينك مدح وينه نينك كرسي وكفر دي اود يسو حكتي ماذا شعبك كتي ماذا هضبه لوضع نين كسرى اي قيصر ما دام اي كسو جيلين قوات كي ادي ادو وين يومضها اود له مركو فاهمين ادي ادو دول وهي هاي انا ملجي ضد مركا اود له طيب اسلام كمركا ايا قدري وان تكون له مع كل منهما قصه اسلام كوحي وقدري مت كسو ايا كم من قصه كلا كل ما تزال تعيها او تعيها ذاكره الدهر والى الان حصوص الزمن كاي وليسي ويرويها اللسان التاريخي تاريخ النور نيسو مركا لبق سو عجائب تيدا له ورنتي تاريخ النبال ده في القليبة ما انت أبحينا ولا بضع ضع لسو قدبوناتي هل ييجا ما انت ميسك إنو صارا وآه بطل قصتنا أما انت أنو لن نولانين عبد الله من هدافة السامي وقصتك واد محيطة مركا أما قصته مع كسرى ملكي الفرس بسديسي أمويحي كلاسو قدبوناتي كسرى وآه بقر كي فرس بيرشيا فكانت في السنة السادسة للهجرة سنة اللي حاد هجرة للعدو حين عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث طائفة من أصحابه بكتب إلى ملوك الأعاجم يدعوهم فيها إلى الإسلام بركو النبي قوق عن صدي إنو الدرا ضد أصحاب تيسا كاميدا ولد درا دنبالو وو درا يبقر دي أعاجم تأها يستوى إسلام كمركا قوق باقي مركا النبي صلى الله عليه وسلم marka diinka dadka ugu baaqay maaha military engagement kaliya maaha wax military quwad inta maaha laakiin dadka wala la hadlay dialogue ba loo furay waxa loo furay wada hadal ba loo furay marka nabiga sallallahu alayhi wasallam sanadkii li hada hijrada wuxuu bilaabay inuu dhanbaala kala duwan u diro oo u diro dhammaan boqorada caajimta meel ka sii joogan tabaan maantana maahin caalam kusoo maanta u yahay oo electronically loo diray maaha dambaal oo diyaarado geynaysa ma ahayn dambaalku wuxuu ahaa dambaal qof bini aadam intuu gacanta ku qaado marka uu safar dheer ula galo oo ardada saa ula goosha kadibna ilaa uu ka tago halkii marka uu socday dambaaladiiba nabiga sallallahu alayhi wasallam kala qaybiyay dadu marka uu kala diray walaqad kaana rasuulu sallallahu alayhi wasallam yuqaddiru khatuurata hadhihi almuhimma nabiga sallallahu alayhi wasallam khatarta ilayda hawshan mishanka kala fulinay nabiga sallallahu alayhi wasallam وحساب صدي سابت يقول جلتو وقدرين النبي صلى الله عليه وسلم يعني نين صحابة كم إذا اللغة العربية وحانهين أن نصور رقون كرين كبا ديك بحدي أرنك أتاقين يا سيدة ذاتك الله حد لها ولي جيب أن ديغان كي عربت أنا كبحين نين رمية حوالا دقاتا إن انت اللو ديبا دنبال لي لا دنبال كم بح أو دول كاسا وجيح إلا أتكتك تيجيجا ودقيني هاي نين بقرة أو عجمية أو كبري أو مركة ما أنت marka la leeyahay evaluation lagu sameeyo xadarada jirtay dad marka xadara gaare ay oo ilbaxnimo leh in marka intu abaabka intu ka garaaco abaabka intu u garaaco aan dhahay intu tag intu yiraah islaamkan kugu yeeraya wax meesha ka iman karaa khatar marka sahlan ma aha nabiga sallallahu alayhi wasallam xisaabti marka ugu jirta fa haula ar-rusul sayadhabuna ila bilad na'iya la ahda lahum biha min qabl dadkan la dirayo ee dhanbaal sidayaasha ah ee nabiga uu diri doono waxay u dhaqaaqi doonaan oo aadi doonaan deegaanna aadi aad u fog fog dhulal fog bay aadi doonaan laa cahda lahum biha min qabl weligood maxwar aanay ka hayn filin kama arkin meel kama daawan akhbaar kama dhagaysan wuxuun baa la yidhi kaale dhambaalkan hebel gaarsii islaamkan ugu yar wahum yajhaluuna lugaati tilka albilaad luqadoodana ma yaqaanaan luqaadka looga hadlo walaa yacrifuuna shayin can amzijati muluukiha بقرضة ماشا ما مولانا سيؤفكرين ما يقانان من ينكبر بضنبا وأن لقود دعين
ma nin ma aragtay iska ma aragtay tawaaduc badan oo albaabada furaya, muxuu suu u fakaraa, ma dadka qofkii soo aada madaxa miyuu gooya, ma yaqaan. Thumma innahum sayadcuun haulaai almuluuka ilaa tarki adyaani. Waxaa kaaga daran dhambaalada maxaa ku qoran, fariinsadayaashana maxay u socdaan, mishinkay fulanayaan muxuu yahay, waxay ugu baaqayaan boqorada inay diintooda ka tagaan. Wa mufaaraqati cizihim wa sultaanihim, isla markaana ay ka tagaan cizigooda, sharaftii ay dadkooda ku lahaayeen iyo maamulka ay ku lahaayeen. Nin baad u tegaysa waxa la kursiga ka deg. Wadukhulu fi diini qowmin kaanuu ila alamsi alqariba min bacdi atbaacihim, in marka haddana loogu yeero la yidhaahdo diinkeena soo raac, dadkan leh diinkeena soo raacana shalay iyagay raacsanayan, sabuutanayd u ahaayeen. Nin aad adigu maamuli jirtay oo aad ka qaadan jirtay canshuurta, kaad doontid aad ka xiri jirtay, kaad doon aad ka taxabi jirtay, oo isagoo reemiya oo aadanba tirsanayn, ba isagoo qaraf qaraf leh bu warqad intuu kuu keen, wuxuu ku leh diintaadan ka tag, kursigana ka soo deg, anigana isoo raac. Tabcan marka lagu fiiriyo weyga annaga u fakarin, waxa aad u fog weyn, ma sahlano. Dadkan markuu iska socdaan waxay google garayn karaan maaha, ay leeyihiin ninkan suu u fakaraa, iyuu la kulmay, iyo muxuu xirtaa, iyo maxaa loo geeyay, intaba xisaabtu kuma jirto. Tayib, innaha rixlatun khatara, waa safar khatar ah oo avenger aanan sahlanayn. Adhaahibu fiha mafquud, kii meesha aadana waa nin la weynayaan soo laaban doona. Walcaa'idu minha mawluud, kii kasoo laabta nin hadda dhashu la mid yahay. Maxaa yeelay safarku ma sahlan. لذا جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أصحابه نبي وحو سوية رمك أسعب تيسي وقام فيهم خطيبا كدم نو إشتاغي إشتاغي أخط بغيني فحمد الله وأثنى عليه وتشهد سعادة وآية النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاج وكب الوضوء إله بأمها النقى إله بأمانا مركز شهادتين كقبصدي ويري أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول ثم قال مركز أما بعد كالسوني ذا أرق كالسوني dadka marka dadka dhahay waa kuwa waa saxbu rasuulillahi sal allahu alayhi wasalam. Dabcan waxaan in yar ka hor kasoo sheekeen khatarta ay leedahay meesha loo sii socdo iyo jawaabta raggan ay bixinaysa isugu kalsooyin. Nadir intadaba calayhi salaatu wasalaam sittata min asaxaabati liyaxmiluu kutubahu ila muluki alcarabi waalcajami, wuxuu u yeertay lix saxaabada ka mida si ay u qaadaan fariimaha iyo dhambaalada uu nebiga ku wajahay xagga iyo boqoradii carab iyo cajamba. Wa kaana axada haulaai sitta, lixdaa waxaa ka mid ah cabdullaahi ibnu xudaafata asuhmi assahmi, saxaabigan marka lixdaabuu ku jiray. Faqad ikhtiira lixamli risaalati nabiyi sala allahu alayhi wasalam ilaa kisra maliki alfurus, isagaa loo doortay inuu noqdo dhambaalsiidaha gaarsiin doona nebiga dhambaalkiisa kisra oo ah boqorkii furus, isagaa loo doortay. Jahaza cabdullah ibn xudaafata raaxilatahu, gaadiidkiisu diyaarsaday. Wadaca saaxibatahu, haweenaydiisuu macsalaameeyey. Waladahu, awlaadiisan wuu macsalaameeyey. Wamadaa ilaa gaayatihi, yoolkiisan uu abbaaray, halkii loo dirana uu abbaaray. Tarfacuhu nijaadu wa tuxutuhu lwihaadu, isagoo marna meel sara maraya haddana hoos yani yani wadada marka la marayo marna buur baad ku imanaysa, buurtaha qofkii uu la kor noqonayaa uu fananayaa buurti.
marna wuxuu ku imanayaa meel markaa god ah, intuu wadada wuxuu saha u socda waxiidan isagoo keliya fariidan, cidna aana la socon, laysa macahu ila allah, cid buu helida in ilaahay ahna aanay jirin, ayuu dhaqaaqay xataa balaga diyaara faris, ilaa uu ka saandhigay uu ka gaaray deegaanka reer faris, waa Persia maanta meesha loo yaqaan. Fastadana bidukhuuli calaa malikiha, wuxuu idan weydiistay inuu boqorka u galo, iyo ogolaada biyo ma u geli karaa. وأخطر الحاشية بالرسالة التي يحملها له نمنك حاشية ده خلولة جيودو بقر كان نمنك وردية شاء جارك هيا شاء ضدك عسكرتي سا إسا عوانتي سا جارك إسا توغن ورقلي ويري وحان وضع ورقات بان سيدا بير فرين بان سيدا وبقر كين أسيدا بل أشاق جيسينا ذاك الأرك يعني معنى إنو سوء السعود البابك أقرع ننسى صوك لأ وهدنا ويراه إسوع الله له فرنبا أنسيداي نيك هاللي أقلال عند ذلك أمر كسرى بإيوانه فزوين مركي أم مقلي كسرى الرجاس أيو حيري هلك وبالاس كوين إلا فريستو يبقى هلك بقرتو يدا بيحير ماشى هلا قرحي ودع عظماء فارس وحلا وحي في أي بي يا مرحة نو أسوية لحضور مجلسه فحضروا إن فقارها اللي يسوي يماد يقولوا يمادين ثم أذن لعبد الله بن حذافة بالدخول عليه كده يقول نكها صقر دنين بقى كورس على اللي وفدي بقى صعدة لنبالنا السيدة مركي يوحي ردتك مالحا ماشا يسوي يمادين سيدة أقول له قصيها بضا ديوان كلا فريسان لها هل كلا فريسان لها آد بقى لو قرحي هل كان مركا لفريس واحد يصقر دخل عبد الله بن حذافة على سيد فارس وصقر مركا مشتملا شملته الرقيقة isagoo go' yaro iska khafiifa wata murtadiyan cabaa'atahu safiiqa wuxuuna haddana uu huwan yahay cabaayad aad iyo aad u adag calayha bisaatatu alacraabi waxaana ka muuqata simbilnimada dadka reemiga qofka reemiga de qof maanta isqaadqaaday taay xiranay istoosinay iyo maantana boor iska jafay isqalqalloocinaya ma in iska basiido ma aragtay allah mustacaan marka uu socdo haduu weysaystana biyo xataa aanan iska jafaynno shallaan iska daba wadin oo aanan istiila saxanayn buu in iska leymaan iska basiido simple saas uu ku galay laakinahu kaana caali alhaama laakiin wuxuu ahaa nin madaxiisu dheer yahay nin aad u dheer buu majduud alqaama jirkiisuna dhisan yahay yani nin dheer oo dhisan buu tataajaju bayna jawaanixihi cizatu lislaami waxaa ka olalaya labadiisa dhinac islaamka iyo gabannimadiisa وتتوقد في فؤاده لابتي سنوحة كشدا كبرياء الإيمان إيمانك وينك أولي يعني بمعنى واحد دركي سأدو هم إحسان سمبليسيتي كم وقضا مركي تاين تهي موقال كان هم إحسان إنو نغرمي هاي أسك بصيري هانا تا مهمة لكن واحد مهمة نوحو أها هي بدلة جوجي جمال له مركة أساء أستاق لغب قاميو جيركي سؤو ديسيني هاي زيد على ذلك هذا نوح كم وقت عزة نوح آه رنتي إسلام سرية إسلام كعزة يسيقون ماذا إسلام كموجنية نوح آه قلب يسا أما لابتسو ساء وغسو قئيسو إيمان كإيا مركا عظم هذا إذن ما نكو إليه مركا دقف شهلما سهلما مركو إيمان وقندها كو إيمان مركا وساء كاقد حيو يعني بمعنى ضدكو أديوكو ومشقون إيمان كعجيب وحكوا دوا إيمان كوا إذا درايفين فورس إيضا إساقوا حنباري فما أن رآه فما إن رآه كسرى مقبلا حتى أومى إلى أحد رجاله بأن يأخذ الكتاب من يده مركو أرك كسرى نين كان أصوص صعود بو رجي سميت كم يحيره والكتاب كسر يعني دمبال كانوا سنيك إيقا صعقان انتو سن إسوء قاعد نين با مركا مركي بكرف كرف سوي كام بي والقد أن قد بي فقال لا حيرا ما مجفت إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه لك يدا بيد رسول كل عيفة ربي إن أن قعنت ساكو قلي قعنت هذا لكن قفك الخوصة مرينة يبو وأنا لا أخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنو من ديار أمي إن الخلاف وأن بال مرة أمر رسول كل عيفة رسول كل عيفة من بال كان ساد أسدد هبل أو بقر كا قعنت أقلي أنا واحد ربطينا داذي كان أنا قارسين مجلستوي أتركوه فقال كسرى مرك إنت والله يا لرجالي رجي سوحكر أتركوه يدنو مني إسكدايا بل إيسو دوادي فدنا من كسرى وكسر دواد حتى ناوله الكتاب بيده الا مرك كتابك اما دبالك يسيد جعانته وجليل
ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة كدمنا بقر كسرى إلى اللغة العربية ما يقان وهو يرتي من كراني مترجمة واللغة العربية يقان والريح حيرة حيرة طبعا ومنطقة إذا كنت العراق ونجف كوفة ونحيسة وأمره أن يفض الكتاب بيدي بين يديه مركز سيري هرتي كوف أنو كورتاج بل فور كتاب إلا وإلا فور باش قد إلا فورو وأن يقرأ عليه وحنا يريد إن أقرم حكو قرن فإذا فيه حكو قرن بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى هذا الكل حرين مقع إلهي أن كوب اللوضي الله نحريس الجود له نحريس الجار له لن بالك وحو كسوف النبي محمد وآه إلهي رسول كيسة وحو كوة جهنية وكس عضا بقرك لغو مقع كسرى وآه نينك أريغ وآه ري فارس سلام على من اتبع الهدى النبي قال لي الله دول يارو قفكي همك صرع هذا في الحرين فما أن سمع كسرى من الرسالة هذا المقدار انت ير مركو كسرى كم مقليدا بالك انت مرك اللي هو أقريب حتى اشتعلت نار الغضب في صدري عرتي أهيت بلاتي سساء وغشي ذنتي فاحمر وجه وجهي ساعة سادة وقدوتي وانتفخت أوداجه هالبولديسي هالبولياشي سنة مركي واعي بررين أو مركا وعي سوكعين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه وحوك حنا قمتقا محايل وحو الربي إن سجل يا عظيم كسرى أما يا كسرى يا عظيم الفارس إلي إلى هذا وحوك حنا قصيني هاي إن لنبالك الله قبل الله نبي مقع عيسى صلى الله عليه وسلم من محمد محمد كسوك حنا قصيني كان دوبه كبير كجر فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها دون أن يعلم ما فيها ويصيح أيكتب لي بهذا وهو عبدي مركز صور قد أنت الساء وقال مفتي منك وأقرمي أيو استغوا أن وحا كيال أنا سي أقرمين بو ساء جهجاه استغوا قيلين ولا منين أني أدوني هو حان إيسو قري فأدون كي أنا وما أمولي ثم أمر بعبد الله بن حذيفة أن يخرج من مجلسه فأخرج كده يحورني كان هلاقي صار عبد الله بن حذافة إنه حلي رقارة هلا قط ما شاء الله صار خرج عبد الله بن حذافة من مجلس كسرى عبد الله سو هدي الله صار هدي الله صار هدي الله جرع هدي الله حرم هي وماها مهمة دي سوحة هاي إن لبالك أو قد بي قد بي كده إنه ماشي والله صار وهو لا يدري ما يفعل الله له أيقتل أم يترك حرا طريقا سو أنا أجيب وحي إلهي سبحانه وتعالى قصة ما يدون ملدير الدونا بس حريد يسهل الدون والدقاق الدون سوى أنا مجير لكنه ما لبث أن قال والله ما أبالي على أي حال أكون بعد أن أديت كتاب رسول الله صلى الله عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب راحلته وانطلق مركز سوئين يركد بحيري أنه مركز هذا وحين تكذب به وآبي يلي ما حالتك سيأرنك ونقول مربها دي أن سيدا أي تهيب فرينتي النبي ويسو دي بأن قد بيه دا بدي يسيب كل عيون اسك الدقاق في ما اذا نجو جني اسك يربي ولما سكت عن كسر الغضب نينكي كسرها بقر كي مركي عرض اي كدكت امر بان يدخل عليه عبد الله يريد يسو جلي نينكي عم ودا ما له فقيه فلم يوجد ما بجوغا ولا واي فالتمسوه فلم يقفوا له على اثر ولا بعد غوباي رات كيسب ولا واي مالو عرب دجوال لوال فطلبه في الطريق الى جزيره العربي فوجدوه قد سبق مركاسا وحلقا دبد دري ودد جزيره العرب وبخده مركاسا وحل هله نيكيو ماشي بدقاق اسكتي فلما قدم عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بما كان من امر كسرى انه بتجي خلاص مركي عبد الله بن حذافه النبي صلى الله عليه وسلم النبي وشيغ ما كان من أمر كسرى وحي ساق كسرى على قبص وشيغ وتمزيقه الكتابة اي كتاب كي النبي صلى الله عليه وسلم دم بالك يسئين وجحجحي انت بأورنا رسول الله فرينت سيدي أم قارسيي قلي ماشي وقسري أهي إيوان يدي فريستي وان فريستي وحلا وحي مركع دي دستان وان قد بي لكن نيك أساس وسمي فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال مزق الله ملك النبي مركي انت الله وشيغي هذا الكلام مدهن أنا نهين إلهي هبر بريو
boqortooyin saa u jeexjeex sida warqad u jeexjeex oo kale allah kala geeyay isna intaabuu nabiga yiri kadibna u aamusay. Episoodkan la xiriira cabdullahi bni xudaafa inuu fariinta u gudbiyo halkaasu ku xirmay maxaa ka dambayn doona ila ninku waa inuu follow up sameeyo sooma. Ama kisra faqad kataba ila baadana naaibihi cala alyamani, kisra marka hurdo uma taal marka arrinkii ma dhayalsan isna markiiba dhambaalba wuxuu u diray nin lagu magacaabo baadan oo baara saab uga ah xagga yeman u jooga, nin isaga uu dirsaday oo ragga marka maaragtay boosaska siiyey posishanada u dhiibay kii warqad u qoray. Warqadda maxaa ku qoran? An ibcath ilaya hada arrajul aladi dahara bilxijaazi, ama an ibcath ila hada arrajul aladi dahara bilxijaazi rajulayni jaldayni min cindik, ninkan buu leeyahay xijaaz ka soo baxay nebi maxamed buu ka wadaa laba nin xoog leh oo raggaaga ah bal u dir buu yidhi. Umurhumaa an yatiyani bihi, una sheeg inay ii keenaan laba nin xoog leh ee wax iska dhicin kara intaad dirtid nebi maxamed inta lasoo joojoobo han kaft isagoo ah gacmo xiran halkan halaygu keeno. Fabacaa baadan rajulayn min khiirati rijaalihi ilaa rasuuli illahi sal allahu alayhi wasalam, baadanna isna amarkii buu fuliyey laba nin oo kuwa ugu akhyaarsan buu diray u yiri nebiga u taga. Waxamalahumaa risaalatan lahu, wuxuuna u dhiibay fariin buu u dhiibay iyo dhambaal buu u dhiibay. Yaamuruhu fiiha bian yansarifa macahumaa ilaa liqaa'i kisra duuna ibtaa, warqadda waxaa ku qoran nebiga sal allahu alayhi wasalam baa waxaa lagu leeyahay markii warqaddan ay kusoo gaartay labadan in la soo raaca hana soo raagin, yani macnaa 1 minute ma soo daahi kartid, soo raac nimankaa soo raac. وطلب إلى الرجلين أن يقف على خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستقصي أمره. لبعضنا يقول الرعي مركي بعدان لبعضنا يقول ديري وحيري نبي أخبارتي سنة سوء قال وأن يستقصي أمره أمركي سنة راد عيو تحراعي كسمي بل أقادة وحكا منك بحيري وأن يأتياه بما يقفان عليه من معلومات وحل لوح information كسو الريان النبي كسو صن هل إيه كان بيه فرين تساسه. خرج الرجلان يغذان السير لبعضين وائد دقاقين يقعوا سفر كودة ساو حريرين يغذان السير حتى بلغ الطائف سيسعدين بالطائف كدعين إلان هلك الله وجهي وحق الجزيرة العربية. فوجد رجالا تجارا من قريش هلك وحي كل من رج بزنس مين قريش فسألهم عن محمد عليه الصلاة والسلام فقالوا له مركز في هذا إن محمد اللي هلا إنه صوت دري وحجاز جا كصوت به النبي ما شكته هل كان كأكتم تو دقين نمك تجار تأهري طائفة في هذا هو فقالوا هو في يثرب مدينة دقين. ثم مضى التجار نمك تجار تأهري مركز مقلاد نبي محمد إن لقوا راجره ولا بعد جوبيون ونينك كسرها وعيدا أصوت درسانيه nimankii tujaarta maxay sameeyeen ila niman kufaari ahayeen. uma mada tujaaru ilaa makkata farixiina mustabshiriin, iyagoo faraxsan bay ree maka intay u weydaarteen bay u xiraadeen. wajacaluu yuhanni'uuna qurayshan wayaquuluun, iyagoo u bogaadinaya oo leh awguuriyo. faqaruu caynan, haddaba iska ilqabowsada iska dega. faina kisra tasaddaa limuxamadin wakafaakum shara, ninkii kisra ah ayaa u banbaxay nebi maxamed inuu shaqo ka qabto shartiisan hadda kadib waa laydinka kaafiya ninkaa ka seexda hawshiisa waa la kala tuurin. nimankan marka waxay markii gelin yani laba nin oo iska socda oo yiri Kisra amar ka soo baxay oo baadaan ku soo dhacay baadaan inaga nafaray nabi maxamed inaan soo kaxayna lay nafaray intaabay marka u socdaan tiiba marka iyo aan hubsan meelaha marka gaarsiiyeen. ama rajulani fayamama wajhihima shatr almadina, labadii nin marka xagga iyo waxay isku shubeen madina munawara shatr almadina madina ay itijaahaha حتى إذا بلغها لقي النبي صلى الله عليه وسلم مركي ماشي إيجار المدينة منورة بين النبي على كل ودفع إليه رسالة باذان مركز النبي يروح إيجارسيا فرنتي باذان أوسو ديب وقال له إن ملك الملوك كسرى بقرك بقرضة كسرى كتب إلى ملكنا باذان ونبال أوسو قرى بقر كان باذان وبقرتو بقرتو انت رب ضنوي أيو مركز مامل إياه مركنين سهلا معه
halka maanta طبعا ay umara iyo baarasaabi ay ka yihiin, laakiin halka منطقة walba baadaan يعني ماشي uu joogo kaliya waxay ahayd boqortooyo territory marka oo kingdom ay ka jirtay ahayd isna wixii dhan buu taliya. Marka wuxuu yidhi boqorkii boqorada oo Kisra ah ayaa boqorkeeni baadaan wuxuu u soo qoray warqado an yabcaa ilayka man yatiyahu bik, in uu kuu soo dira adiga cid ku kaxaysa oo boqorka kuu geeyay. Waqad ataynaak litantaliqa macna ilayhi, annagu waan kuu nimid inaan raacid sabx, you under arrest way fain ajabtana, haddaad niyo aad dhegaysatid oo si wanaagsan, waa halka markii baaktiyaasha ay ku qabtaan xoogaasi maarata lugaha dhulka dhiga lugu, haddaadna dhegaysatidna kallamna Kisra bima yanfacuk wayakufu adaahu canka, haddaadna dhegayso si degan aad nagu raacdidna Kisraan la hadli doonaa wax adiga wax ku taraya dhibna aan ku gaarsiinayn. Yani si sahlan waa lagu fududaynaya istijwaabka oo kale. Waa marka askarta qofka ay qabtaan hadalka ay ku yidhaahdaan wayna bayt sooma haddaasa diidid fahuwa man qad calimta satwatahu, waa ninkaad garanaysid awoodiisu meeshay gaarsiisanta. Satwatahu waa quwadiisi ba'siga uu leeyahay, wa batsahu iyo markuu dadka gacanta ku dhigo wuxuu ku samaynayo, iyo wa qudratahu calaa ihlaaki, iyo awoodda uu leeyahay inuu idin ku halaago, iyo wa ihlaaki qowmiga adiga kaliima xataa tolkaaga dhan inuu huf u keeno, awood buu leeyahay. Marka ninka Kisra amarkiisa lama dhayalsan karo, adoo degan oo lugaha dhulka dhiganaya xasilan masarac. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهما نبي انتو دو على عدي بيوحو كيلي ارجعا الى رحالكم اليوم واتيا غدا ما انت بل اسكن نستا مرتباتي هنا هل كانت كسو الدكتين ديقا نديني ماشي بل اسكن تقو صوان نستا او بالري بسو كلها ايما. فلما غدوا على النبي صلوات الله في اليوم عليه في اليوم التالي مركي النبي كسو كلهن مالين كلا بعد اسكن صوان نستين قال له هل عددت نفسك للمضي معنا الى لقاء كسرى؟ وأي محمد وقت وان كسيني هذا ما ديارسي ان الرعديد ان منك كسرى هل لك انت ديار مت. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لن تلقيا كسرى بعد اليوم. النبي يقول ما انت كذب كسرى ما هرتم اركي دونتان كو كو فلقد قتله الله اله يا بدي لبا منك وين داي انت حيث سلط عليه ابنه شيرويه في ليله كذا wiilow dhalo shiirweh lagu magacaabo kaasa ilaahay ku salliday buu yidhi min shahri kada wa kada taariikhdaas markay sidaa ahayd maalinka sidaa ahaa ninka waa diiday ninkaana leedihiin dad buu dilaya waxbuu halaagaya maba noola dhulka ku jira. Markaasi waxay ku yidhaahdeen faxadaqa fii wajhi nabiyi sal lla sl intay saa indhaha ugu gubeen wabadat iddahshatu calaa wajhayhima, oo iyaga ama kaag yaab wejigooda ka muuqda. Wa qaala lahu markaasu yidhi atadri maa taquul, maxamed waxaad leedahay horta mala socota ma fahamsanta anagtu bidalika li baadaan, hadalkaa sida uu yahay ma ugu gudbinaa baadaan inaad tiri ninki waa la dilay wiiloo dhalay shirwahi baa dilay ninki ma nool hore halka gudbinaa? Qaala wuxuu yihi nacam ha. Wa quula lahu intaa keliyama waxaad u raacidaan ugu dartaan ina diinii sayabluwu maa wasala ilayhi mali mulku Kisra, diintayda iyo dacwadeena waxay gaari doontaa in allah inta he uu boqortooyada Kisra ay gaartana diinkayga gaari doona. وإنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدي كون أنا الشيك وحد كنت هذا هداد إسلامت بعدانو وحد الله وحد ما أنت ما مشيد ألا سيدة أمام مولي وملكتك على قومك ضدك آد كد على طينا بغض ما كاقا لقيا وحد نسعة السوم كرسي أمامها إسلام ضدك أنا سيدة أمام مولي هوش هذا وضع عدك كلا جيني سمر كاملا. خرج الرجلان من عند الرسول صلوات الله عليه لابدين ويكا دقاق النبي صلى الله عليه وسلم وقدم على باذان وأخبره الخبر باذان بيوي ماذين مركز ورك أشياء. فقال وحي الله إن كان ما قاله محمد حقا فهو النبي. باذان وحي هذا لك محمد يلي هدي وحجراء يهي وارتوى النبي وإن لم يكن كذلك فسنرى فيه رأي حديث هذا لك هذا لك سبينيو وصدا آم أهينا أرن بانو go'aan baanu ka qaadan doonaa ra'yigeena aan dhihi doona wixii aan ka dhihi lahayn hanoo dambayso. falam yalbas an qadima calaa baadaan kitaabu shiirawey, meeshii markay taaganta isleeyahay bal arrinkii bal baar maxaa ka runa masaxbaa waxaanu maxamed sheegay markiiba dhambaal baaba usoo dhacay ka socda shiirawey. Shiirawey yaa dhalay Kisra, waa ninkii inqilaabi aabihii intuu dilay kursiga ku fadhiistay. wa fiihi yaquul, maxaa ku qoran marka ama bacd faqad qataltu Kisra,
ninkii Kisra ah waa abii, buu leeyahay waan ka takhallusay, waan dilay. Walam aqtulhu intiqaaman liqawmina, ila intiqaaman liqawmina, wax kalena ma dilin aabahay, waxaan u dilay keliya inaan he u aaro tolkan kasoo jeeda. Faqad istaxalla qadla ashraafihim, wuxuu xalishtay oo u xalaalsaday dadka kuwooda sharafta leh ee duqeyda ah, odayaasha ah, ee dadka ugu mamuuday inuu laayo. Wasabya nisaa'ihim, inuu haweenkooda uu taxaabto. Wantihaaba amwaalihim, xoolahooda inuu boobo. Faidaa ja'aka kitaabi hada, buu yidhi hadalkaa shiir wey baale, baadaanow dhambaalkaygan hadduu kusoo gaaro, fakhud li ataacata miman cindak, dadka aad maamushid inay ii hogaansamaan wargeli. Ilan tabcan boqorka waa in isaga loyalty laga qaado inuu diyaar yahay, kadib markuu isaga hogaansamo hadduusan dagaal iyo muquunin iyo howl kale aan wadanna, waa inuu markiiba inuu isdhiibo. Markuu isdhiibana waa inuu dadka shacabkii wargeliyo, yidhaahdo maanta laga bilaabo kor wax naga haysta shiro wey, oo nama haysta Kisra la socda. Famaa an inqara'a, baadaan kitaaba shiro wey, xataa taraxu jaaniban, markii uu saa markuu abriyo markaasuu xagga ku tuuray warqadi. Wa'lana dukhuluhu fi lislaam, halkaasuu yidhi ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu anna muxamada rasuulullah, maxamed baan raaca biri ma raaci doona ninkan leeyahay shiro wey. Wa aslama man kaana macahu fi lfurusi fi bilaad lyaman, wax alla wixii ree furus ah ee degan dhulka yemenna way la islaameen. Halkaa marka ilaahay subxaana watacaala wuxuu qadaray nimankii lahaa maxamed ha lasoo qabto, lasoo duuduubo, halkaa inay wax ku waayeen oo baadaan oo xagga iyo mantiqada joogana iyo dadkiisa inay soo islaameen. Hadihi qisatu liqaai cabdillaahi bni xudaafata likisra malikii alfurusi, tan waa qisada aanu kaga hadalnay ama inasoo martay ah kulankii cuda cabdullaahi ula yeeshay Kisra oo aha boqorkii Furus. Fama qisatu liqaaihi liqaysar cadiim arruum, tan waa mid kalaa ka daran. Haddaba maxay ahayd marka markii uu la kulmay boqorkii Romaanka cadiim, yani tabcan midna waxaa la dhihi jiray ma aragtay magac buu lahaa cadiim arruum baa la dhihi jiray, yani matal qolada kale malik bayse malik Furus, kuwan waxayse cadiim waa taytala markaa jiro sida madaxweyne iyo boqor iyo وكل دوين. لقد كان لقاءه لقيصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكلنك ولكل مي قيصر ولكل مي. يهرى كسرى وها قصة ويحرنتها يسو قلب. كلنك مركو وماشي السيسر إنكلش كده. كلنك وقيصر ولكل مي عبد الله بن حذافة. وهاي هاي حلي إيش عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان له معه قصة من روائع القصص. وهالكا كلا كل ما قصة قصوين هو نفسه هو عجائب سنة. ففي سنة التاسعة عشر ففي السنة التاسعة عشر سنة كمركوها سجالي طبعا للهجرة بعث عمر بن الخطاب وحود دري جيشا. عمر بن الخطاب وحود دري أيضا لحرب الروم أيضا لدق على من الروم. فيه عبد الله بن حذافة السهمي أيضا كأي الله صعدة عبد الله بن حذافة. طبعا وقتي النبي قول ما ذي كل أنك عبد الله كسرى ولكن وقتي النبي قول أبو بكر بايميد الله يرحمه وهكذا بي مركز عمر الخطاب وقتي عمر الخطاب إذا لا أدري إن الرومان كذا قال لك جلان بقول له هذا مرك عبد الله. وكان قيصر عظيم الرومي قد تناهت إليه أخبار جند المسلمين. نن كان قيصر أهنا وحاسو قال أخبار المسلمين تأيينا كمسلمين تأ وما يتحلون به من صدق الأمان الإيمان iyo waxa ay ku sifaysan yihiin iimaan in laga run sheega, wa rusuukh alcaqidati caqida fadhida, iyo wastirkhaas nafsi fi sabiili illaahi wa rasuuli, iyo nafsadooda inay rakhiis ka dhigaan markay taagan tahay wadada ilaahay inay ku dagaalamaan oo ay diinkan iyo rasuulkaba ay difaacaan. War buu haya marka, in war seegan maaha ama war ku seegan yahay maaha. Qaysar wuu ogyahay muslimiintu inay yihiin dad bawaasil ah oo dhiiggooda iyo nafsooda iyo maalkooda wuxuu agtooda rakhiis uu ka yahay, إن ضد قالنا إن يهين وربوها يا المهم. فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه وأن يأتوا به حيا. حير مركز سوحو دردارا ببحي عيدا كلا دقال بألا قال يا إسنا دنكي سعيدا كصدر لكن عيدا كي سوحو كي لهدين من المسلمين تكامل أقعان تكون لكتانا صوت تحاوتانا صوت قفالتان هاي قد ديلنا سوغو نول إيكان. وشاء الله مرك إلهي مرك الحوض دوني أن يقع عبد الله بن حذافة السهمي أسيرا في أيدي الروم. إن عبد الله بن حذافة السهمي أوضى النقضي منك رومانك أي قعنتك كل جيل وأنك كلي منك يعني كجر رجل تحاطي كجر مركب
فحملوه إلى مليكي وحي سيدا قادام وإلا تقان وحلوقي بقركي قيس بلوقي. وقالوا حين إن هذا من أصحاب محمد السابقين إلى دينه فقد وقع أسيرا في أيدينا فأتيناك به. نينك كجي رأس النبي نبي محمد وقهر إسلام كوده إساقنا قعنتا ما انتكو صوت لقني وأسير وأن مركا نوقف فعلا وصوت حابني وأكما هو كان. نظر ملك الروم إلى عبد الله بن حذافة طويلا ثم بادره قائلا بقر كيف إنها سأول الرأي عبد الله بن حذافة بارك أن ينبير مركز مركي بهذا الله سبوذ وحكيل إني أعرض عليك أمرا أرم بالربائن أنكو صوت بندي. بقر قال قال عبد الله بن حذافة وما هو ومحويل قال يعرض عليك أن تتنصر وحن ربائن أنكو صوت بندي إن المسيح المقتل والمقتل من نصرانية الإسلام كبحري فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك هذا سمي سيدنا وأسكى الدينينا إلا ما أنت قعنت أن نقول جستاهي هو يقاق أنا وأن هقادينا وكما موسينا وحالا حد الله أنت نروسينا
قال عبد الله مركب عليه، فقلت في نفسي مركب سامحان اسئلي بي، عدو من اعداء الله ومن من عدو 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 اله عدو يسكمل، اقبل راسه ان المدح سب قضى فيخلي عني وعن اسار المسلمين جميعا. ومر كان ارنكا ان كوغاره مصلحه اه انه اسكي كي دايو ومسلمين تولى له هلكا لو سو قفاشن لو بدباديه، لا ضير في ذلك علي واحد ما يبغى يسمى مركب ملح ملح ان انه كذا سو ماها، لكن انه الدين سو ماها مسلمين تنا عندنا كمان ريبي دون سوما كل وسوى عنده مركب شيرها. ثم دنا منه انت كسو دواد وقبل راسه مركب سو مضحك دون كذا. فامر ملك الروم ان يجمع له اسار المسلمين بقرة مركب إيه كان دمان انت مركب اصابه القواتان ومسلمين تي، وان يدفعوهم اليه فدفعوا له بحير دمان تدمرك راعي عبد الله بن حذافه. عبد الله بن حذافه الذي وشرب قاقم قدم عبد الله بن حذافه على عمر الخطاب. عبد الله بن حذافه وصلى عمر بن الخطاب بويمي واخبره الخبر وحد عيب وجو الرمي، فصر به الفاروق اعظم السرور. عمر بن الخطاب وفرح فرح كان قوي، ولما نظر الى الاسرى مركو هذا نساء من العسري دكتي يجن الصوقف الى هي اصابه ولد عبد الله بن حذافه انه سبب باديو اي كلمه دي هذا كان قبل الله بانه اررت انه هيدا ما هي حق على كل مسلم ان يقبل راس عبد الله بن حذيفه وحضوك اه ولو قدبون حقه قفك سو مسلم انه مدح كدن كد عبد الله بن حذيفه. وانا ابدا بذلك انا ايدين بالله بيبيل. ثم قام مركز عمر الخطاب من تو وقبل راسه ايو مدح كدن كد عبد الله بن حذيفه. طبعا درسي وقول له سوى ماشي الله يرقى وما بحيث دين كاي الله مصر الفوق مهما كانت وحل روح الوصول من المغريات كأي نقطة قف كان مشين كوضاي ووحى قلبي سكجر إيمانه ضلت حرمتها موقال كاجا جاري أدولة تدي قري أدقان تأيته معنا مصر فها معنا سماء مشين كوي وما دونا هالكي كدي متوهمات ما أنت ماذا حامل لنغير سعره ونوعا ما لنغير دردريه oo meeshii la meesay muslim madax looga fadhiyo oo diigeena rakhiis u yahay waxba inaan wax kala maaha nabiga inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam wa adunya jacalka wuu qofkana markuu san adunyada waxba aan ku faleyn waxa laga maqaadi karo waxa ugu badan uu gaari waa dhimasho dhimashada wadni kan diyaar u yahay yaani nin dari sariid sariid ka karaysa leh waa lagu ridayaa oo la tusay in dadka lagu dido laba nin markaa hortiisa isagoo arkaysa lagu riday haddana weli soo taagan wallahi meesha meel uga dhaqaaqi maayo. هدي طبعا عبد الله بن حذافه شن عبد الله حذافه دي له الا ومد حروب له شن عبد الله بن حذافه دي له ومد اسك حروب له ديكو و كدعى marka يعني دمان انغو دمبا الله سبحانه وتعالى سو نبي او شيغي واهن كي با نغو ديرو او اه حب الدنيا وكراهه الموت الا عذرك امده او كبخاينا دبها ما انت انغو دعى سيدي با ولي نولا كوينه الى يوم الدين والعياذ بالله الى هنا بالله التوفيق.